بسم الله الرحمن الرحيم. جئنا كعادتنا كل أسبوع، كعادة هؤلاء الثوار، هؤلاء الأحرار، جاءوا ليوصلوا صوتهم إلى الإدارة البريطانية بأن سياسة حكومة كاميرون غير مقبولة باتجاه البحرين، وخصوصا أن البحرين هي الدولة التي ما تزال ترفض إجراء أي إصلاح، وهي الدولة التي اتهمت رسميا بممارسة التعذيب الممنهج. مع ذلك نرى أن توني بلير يستقبل المسؤولين باستمرار، المسؤولين البحرينيين، وهو الأمر الذي يضفي عليهم قدرا من الهيبة والاحترام في الوقت الذي يفترض أن يكون هؤلاء واقفين أمام القضاء وأمام العدالة. الإخوة والشباب والشابات الذين حضروا أوصلوا أصواتهم إلى المارة هنا، وهي المسؤولين الذين يجلسون في المكاتب خلف الشارع، وبالتالي فهي مهمة إنسانية ورسالية وسياسية، خصوصا أن شعب البحرين الآن يستقبل شهر رمضان وأبناؤه في السجون وأوضاعه الاقتصادية مزرية وشبابه يعتقلون يوميا بدون توقف ويتعرضون لأبشع أصناف التعذيب. مسؤولية بريطانيا كبيرة، لكنها مع الأسف الشديد غير مؤهلة. إدارة كاميرون لم تتخذ الموقف التاريخي المطلوب لإصلاح هذه السياسة التي أثبتت فشلها المرة بعد الأخرى.